أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا. الليلة هي ليلة 27 من شهر رمضان حسب الرؤيا بالعين المجردة، وهي هذه الليلة التي ينتظرها أغلب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويتوقعون أنها هي الليلة التي ذكرت في القرآن بأنها ليلة القدر. وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم بالله أن ليلة القدر هي ليلة 27. بهذه المناسبة، هناك شخص يدعى ممدوح الجبرين رحمه الله. هذا الرجل كان له نظرية، وهي أن كل ثلاثاء أو كل ليلة ثلاثاء توافق وترا تكون ليلة القدر. وهذه النظرية حورب فيها رحمه الله، وعلما بأنها نظرية كان من الواجب أن تدرس ولا تحارب بتلك الطريقة. على كل حال، الرجل انتقل إلى الدار الآخرة، وكان إلى آخر عمره وهو يدافع عن نظريته، وهي تستحق التأمل والبحث، ولا ينبغي كان أن تحارب تلك المحاربة الشرسة. وكل إنسان له نظريته التي يجب النظر فيها وبحثها، بدلا من محاربتها والطعن في شخصية الرجل رحمه الله. وأحب أن أذكر الإخوة المشاهدين أن الشيخ ممدوح الجبرين هو رجل من عامة الناس، وليس المراد به كما يفهم البعض بأن الشيخ ممدوح الجبرين يظن أنه بن جبرين رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء، فهو بخلاف الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء. هذا الأخ الكريم كنت أتواصل معه، وكنا يعني نبحث هذه النظرية آنذاك، علما بأنني كنت أقول للشيخ رحمه الله الشيخ ممدوح الجبرين، كنت أقول له: يا أخي، أنا أرى أن فيها شعاع. لكنه كان يصر رحمه الله على نظريته. طبعا هو رحمه الله جدول هذا الجدول لمدة 50 عاما على ما أظن، أو إلى تاريخ 1451 رحمه الله. طبعا هذه نظرية الشيخ ممدوح الجبرين رحمه الله، ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، ولكل مجتهد يعني في ينبغي أن نعطيه الفرصة بدلا من الطعن. أنا والله أذكر كان يتلقى هجوما رحمه الله، يعني هجوم وطعن حتى في دينه للأسف الشديد. أتمنى أن الذين كانوا يطعنون فيه أن يدعوا له، لعل الله أن يغفر لهم ما قد طعنوا فيه في هذا الرجل رحمه الله. وأنا في المكان الذي أنا موجود الآن فيه، الأجواء مبشرة بليلة مباركة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تكاد أن تكون سماء يعني ما شاء الله قابلة للأمطار، مهيئة للأمطار بإذن الله تعالى. فقد تكون ليلة ماطرة، كما ورد في الحديث بأنها كانت ليلة سجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين. وطبعا هذا لا يتعارض من أن تكون ليلة بلجاء أو ليلة صافية من السحب، فقد تكون ليلة ممطرة قد تكون فيها خير عظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
الأحاديث في ذلك كثيرة، وإن اختلفت فهي قد تدل على تنقلها، والله أعلم. هذا هو الأرجح، وإن كان كما قلت لكم بأنها هي ليلة 27 عند أغلب الناس، لكن حسب تتبعي لشروق الشمس أجد أنها تتنقل، وقد تكون هذه الليلة هي إحدى أو قد تكون هذه الليلة هي ليلة القدر إن شاء الله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يوافق ليلة القدر، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يزيح الغمة عن هذه الأمة، وأن يصلح أحوالهم، وأن يفرج همومهم وكرباتهم، وكل من له يعني يطلب، كل من يطلب من إخوانه المسلمين أن أدعو له، أقول له أدعو في هذه الليلة وتضرع إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يرد أحدا في ليلة القدر إن شاء الله. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.